السيد محمد باقر الدامغاني صاحب هذه القضية في مشهد ابتلي بالسل. السل طبعا تعلمون أنه مرض خطير وغالبا يقتل إلا إذا عولج علاج مبكر وقوي، والإنسان الذي يصاب بهذه الحالة يضعف، يعني يصاب بالضعف وبالنحول، بعد ما يتمكن يتحرك، حتى في بعض المراحل بعد ما يتمكن يتنفس، التنفس كلش صعب يكون عليه، يقذف الدم، تنتابه نوبات من الإغماء، فد مرة دا يمشي بالشارع وإذا به يوقع إلى أن يموت. أصيب بهذا المرض وكلما راجع الأطباء لم يكن هنالك علاج. في يوم من الأيام الصبح يقوم واحد، أول الصبح يقوم مبتلى وإذا به يقذف كمية كبيرة من الدم ويصاب بحالة ضعف وأي أثار. يقول أفضل شيء أقوم أذهب إلى أستاذي المرزا مهدي الإصفهاني اللي ذكرنا لكم فيما مضى بعض قضاياه. هذا رجل حقيقة كان بطل من أبطال العلم والعمل والولاء، حقيقة الرجل عجيب. روحوا إلى مشهد واسألوا أحوال هذا العالم المرزا مهدي الإصفهاني. يقول أول الصبح رحت باب بيته وقعدت عنده وأنا هواي متأثر. قال إيش بيك؟ قلت هاي حالتي. يقول فجلس القرفصاء وانقلبت حالته وقال لي أنت مو سيد؟ أنت ليش ما تروح إلى أجدادك؟ لماذا لا تذهب إلى الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وتمثل بين يديه وتطلب منه الشفاء؟ ألا تعلم أن أجدادك هم أسماء الله الحسنى؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ألا تعلم أن أجدادك أسماء الله الحسنى؟ ألم تقرأ في دعاء كميل يا من اسمه دواء وذكره شفاء؟ ما قرأت في دعاء كميل؟ يقول أخذ يقول لهذه الكلمات وهو متأثر وجالس القرفصاء. يقول أخذ يتكلم 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 وأنا انقلبت حالتي وأخذتني نوبة من البكاء وقمت أمشي وأنا أريد أن ألاقي الإمام المهدي صلوات الله عليه ولكن ما أدري وين دا أتحرك. يقول أخذت أمشي في الأسواق والأزقة وإذا بي أرى نفسي في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه. شفت في الحرم أي واحد ماكو، ما حد ماكو. هذا من العجائب في قضايا كثيرة، في هذه الحالات واحد يشوف أي واحد ماكو، فقط قلة أكو. أخذت أنظر إليهم وإذا أحدهم سيد مهيب بهي الطلعة يشرق جمالا ونورا، فعلمت أنه هو المهدي المنتظر. يقول أنا فكرت في نفسي أنه قبل ما الإمام يذهب لا أذهب إليه وأطلب منه حاجتي. يقول بمجرد ما خطر في قلبي هذا الخاطر وإذا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه يدير برأسه إلي ويلقي علي نظرة واحدة. أولئك الذين يحولون بنظرة واحدة منهم التراب إلى ذهب، هل يمكن أن يلقوا نظرة علينا؟ نعم يمكن أن يلقوا نظرة علينا، ولكن يحتاج إلى توجه، يحتاج إلى طهر، يحتاج إلى قابلية. يقول نظرة واحدة وإذا بي أشعر بعرق غزير يتصبب مني وأخذتني رعشة مفاجئة وإذا بهؤلاء الأشخاص يختفون من ناظري ويعود الحرم الرضوي إلى ما كان عليه. يقول بمجرد
هذه النظرة أحسست بالقوة تسري في بدني، وعادت حالتي أحسن مما كانت عليه. ويقول زملاؤه، زملاء هذا الرجل السيد محمد باقر الدامغاني، عاش إلى آخر أيام حياته كأفضل ما يكون. هذه النظرة الواحدة التي تحول التراب إلى ذهب وتقلب المريض إلى هذه الحالة، هذه الحالة تحتاج إلى قابلية. الإمام موجود، الإمام حجة الله، الإمام مصدر الفيوضات الربانية. كيف نتقرب إلى هذا الإمام؟ هنالك مقومان. المقوم الأول القابلية. إذا واحد ما إلى قابلية، مو للإمام، الإمام الذي يعرف دخائل نفوسنا بإذن الله. أنت إذا تعرف فلان واحد حقود تحبه صدق حقيقة، لو تكاشفتم والعياذ بالله لما تدافنتم. إذا كنا نعرف بعضنا، وإحنا المؤمنين إن شاء الله، إذا كنا نعرف دخائل نفوس الآخرين كنا نشرد منهم، ما كنا ندفنه، نترك هالشكل ونشرد منه. الإنسان الحقود الحسود الخائن العاصي المرتشي الظالم المتكبر، إحنا حقيقة إذا انكشفت دخيلة واحد هالشكل صم مستعدين نقعد وياه؟ فكيف بالإمام صلوات الله عليه؟ هذه النفس الملوثة، القلب الملوث، هذا ما إلى قابلية، هذا مثل الجهاز المعطوب ما يستقبل هذه الأمواج. أولاً يحتاج إلى قابلية، القابلية بالطهر، بالنظافة، بإطاعة الله. واحد يحاول لا يعصي الله ولو معصية واحدة، لأن الإمام دا ينظر إليه، الله دا ينظر إليه. القابلية أولاً، والتوجه ثانياً. الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم. إذا ما ذكرت الله، الله لا يذكرك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا واحد نسي الله، الله هم ينساه، ينساه بمعنى أنه يتركه، يهمله. إحنا حقيقة في يوم من الأيام تذكرنا الإمام الحجة، في يوم من الأيام في مشكلاتنا العامة والخاصة توجهنا إلى الإمام الحجة، في يوم من الأيام تذكرنا أن هنالك وليا لنا وإماما لنا هو مصدر لكل شيء بإذن الله، وأننا يجب أن نتوجه إليه. لولا القضية مهملة والقضية منسية. إذا واحد نسي الإمام، الإمام أيضاً يتركه. القضية تحتاج إلى توجه. في كتاب الدعاء والزيارة للسيد الوالد حفظه الله، أكو هنالك رقاع الحاجة، وأنا رأيت هنالك أفراد عملوا بذلك. رقاع الحاجة، الإنسان الذي عنده حاجة، حاجة دنيوية، حاجة أخروية، يتوجه إلى الإمام الحجة صلوات الله عليه باعتباره باباً من أبواب الله. يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، توجهت إليك يا مولاي، يكتب هذه الرقعة، يكتب حاجته ويلقيها في البحر أو في النهر أو في غدير ماء. وهنالك أفراد فعلوا ذلك في الوقت الذي ما كان هنالك أي أمل في النجاة، فأنجاهم الله سبحانه وتعالى.